تعالوا شوفوا على اللي بعده. ايه اللي بعده يا عم الشيف؟ عايزين نعمل شويه بطاطس بوريه حلوين كده بطريقه جديده. هنعملهم ازاي؟ هو ده الكلام. معايا طاسه على النار، الطاسه دي فيها معلقتين من زيت الزيتون. انا عايز اعمل البطاطس دي بالكرفس، كرفس طعمه حلو مع الخضروات بالذات. هحط معلقه ثوم واستنى على الثوم هسه مع زبده واسيبهم على النار كده. خلي بالك الثوم هنا لو اتحمر هيبوظ لك كل اللي بتعمليه. في درجه لتسويه الثوم هنا دي مطلوبه. حلو، واحده واحده كده مع بعض. نعم يا غالي، في الفرن التفاح. هنبص عليه دلوقتي مع بعض. رشه زعتر جريئه كده او بردقوش. حلو، الحاجات اليابسه الناشفه دي بتبقى لطيفه وحلوه. البهارات بتاعتنا على التومه وهي بتحمر كده، شويه بابريكا حلوين، شويه فلفل اسود. المقادير على الشاشه تكتبيها تصوريها بتليفونك على السريع، ولكن يهمني ما تقلدنيش بالظبط. خلي انت ليك التركايه بتاعتك اللي انت تحبيها بالطريقه اللي انت حباها. شيف المغازة حط ريحان حط زعتر، وليكن شيف المغازة حط توم ما تحطيش توم. غيري من الموضوع عشان تحفظيها. زمان لما كان مدرس الانجليزي حفظنا كلمات يقول لك اكتبها واقراها واسمعها وانت بتقراها بودانك، توم تحفظها بسرعه، مع اني طلعت في الانجليزي مش شاطر قوي، كنت بغش وانا في الامتحان. بص انا بتكلم، ها بتضحكوا، ها كلنا في الانجليزي وفي الرياضيات. انا بدلت الانجليزي، يعني حد نجحني في الانجليزي وانا نجحت حد انا في الرياضيات. خلي بالك انا شاطر في الرياضيات قوي على فكره. معانا الريحان، معانا التوم، ومعانا الزعتر، ومعانا الزبده، كلهم على النار كده في الروقان ده اللي احنا شايفينه ده كده. هو ننزل بالكرفس حبيبنا، دي بطاطس ونسيبها تتشرب على النار. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. شويه الملح الحلوين. خلي بالك لو سلق البطاطس في ملح في الاعتبار بتقلل الملح. حلو، نحط شويه الحليب. حلو قوي ده يا شيف، ده الاكله دي ايه تسميها ايه دي؟ بطاطس بوريه على طريقه المغازي. معانا البطاطس سلقناها بالقشره بتاعتها. بعد ما اتسلقت بالقشره بتاعتها يا عم الشيف استنينا عليها لما تبرد، وبعد ما بردت كويس قشرناها وهرسناها. دي المرحله اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. وعند الخليط الفولاذي ده في قلب الطاسه. مكوناته تاني عشان حضراتكم: زيت زيتون وزبده. نزلنا بالتومه، نزلنا بالزعتر او بردقوش بالامان عشان نبقوا صادقين مع بعض، بردقوش ناعم. وحمرتهم كده على النار، وبعدين نزلت بشويه حليب وشويه البهارات بتاعتي، ملح وفلفل وبابريكا مع حضراتكم. اخد البطاطس بتاعتنا دي كده وانزل بيها هنا كده واحده واحده. الاكله دي اعمليها واعمليها لاطفالك كبار السن، الخير والبركه، ولادنا الرياضيين. الكميات بقى يا شيف، لان ممكن تقلب معاكي على ايه شوربه. كيلو بطاطس ياخد ربع كوب من الحليب، معلقتين زبده، معلقه ثوم، كرفس، معلقتين مفرومين بالايه؟ بالسكينه. حلو الكلام؟ نشيل كل حاجه بقى ملهاش لازمه وملهاش عوزه، ونروق على الدنيا كده علشان نطلع الاكل بتاعنا. حاضر يا غالي، عينيا، ونجهز طبق علشان نغرف فيه البطاطس البوريه بتاعتنا. اللهم صل على النبي، وليكن ده كده. اللهم صل على النبي، ونقلب كده مع بعض. دي ما تتشالش من النار كده، لازم تسيبيها على النار تاخد غلوه. شفت يا عيد؟ كل واحد ياخد طبقه كده. شاويه فراخ، صدر فرخه مع البطاطس دي، شاويه لحمه، قطعه اللحمه المشويه مع البطاطس دي، عامله جوانح فراخ مع الباربيكيو صوص مع البطاطس دي، عامله شاورما مع البطاطس. اطلعي بقى من جو البطاطس المقليه كلها زيت، ريح المعده من الزيت شويه. المقليات بتاعتنا الحاجات دي لازم اقولها يعني، اهو كل ما تقلبي فيها كل ما تتقل.
البطاطس كل ما تقلبي فيها كل ما تتقل. خد المقادير بالظبط عشان دي تعتبر مقادير حلويات، يعني حاجة كده ايه في سكة الحلويات عشان ما تبقاش معاكي مصيصة او شوربة. كيلو بطاطس او كيلو بالوزن اشتريه من عند الراجل بتاع الخضار، تسلقيه بالقشرة بتاعته بعد ما تغسليها كويس، سلقتيها شيلي القشرة بعد ما تبرد، اهرسيها هرستيها خليها على جنب. هتجيبي طاسة زي اللي في ايدي دي كده تحطي فيها معلقة توم، حط على التوم ده شوية زعتر او بردوش. وبعد كده يا ست الكل والمقادير على الشاشة تاني، دي مهمة جدا على فكرة لكبار السن حبايبي، لولاهم ما كنا على وش الارض. شفت الحلاوه؟ امهاتنا ابهاتنا خالاتنا عماتنا، زي ما هي كده فيها الطعم وفيها كل حاجه. كل ما تبرد على فكره كل ما تتقل معانا. وننزل بشويه حليب، حليب دسمه عاليه حليب دسمه قليله اختياري. اللهم صل على النبي. انزل شفت القوام ده مطلوب. فيها طعم الكرفس. انا مش بحب الكرفس يا شيف الله يرضى عليك، حطي بقدونس. مش بحب البقدونس يا شيف الله يرضى عليك، حطي ريحان، حطي البيستو صوص. طلعينا بقى والناس اللي بتحب الحاجات الغربيه، البيستو صوص اللي هو ريحان واخد لوز متقشر او صنوبر وزيت زيتون وتوم. الله الله، لا يا مش هحط الزيت، انا مش حمص ده، مش حمص ده يا حمص، ده مش تاخد زيت خالص، زي ما هي كده زي ما هي كده. والله عايزين نجود منكم نحط شويه سمنه بلدي مقدوحه، ده رحنا في حته تانية بقى مش عايزينها دي خالص. نطلع الكرامبل بتاعنا. نعمين نبعد عن الهيلسي، لو حطينا سمنه تبقى احنا بعدنا عن الهيلسي.